تنس الطاولة كأصغر لاعبة مشاركة في البطولة. الحقيقة هنا جودة عمالة تفاجئنا من وقت للتاني بميداليات، وإن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله تكون تعمل طفرة كبيرة جدا في عالم تنس الطاولة في مصر، زي ما حصل قبل كده في عالم الاسكواش، وكان نجوم كتير جدا تصدروا تصنيف لعبة الاسكواش. تكون هنا جودة أحد الأسباب إننا نقدر نتصدر تصنيفات عالمية في تنس الطاولة، خاصة وهي عندها ثقة شديدة جدا، ودايما زي ما قالت لمحمد صلاح بتحب اللعب مع الكبار. ألف مبروك هنا جودة، وإن شاء الله مزيد من التألق، ودايما بإذن الله في المسابقات الجاية تكوني في المركز الأول، وأنا بقى عايز ألعبك دور جيم تنس طاولة وأنا اللي هكسبك. عايز أقول لها رسالة بسيطة جدا، أنا مش خايف عليكي من أي حاجة خالص غير نفسك. أعتقد من متابعتنا لمسيرة أبطال كتير جدا النبوغ المبكر إما بيتحول لمسيرة استثنائية أو سريعا ما يختفي. النهاردة نتمنى تتابعي معانا الجزء الثاني من الحلقة عشان تعرف كويس يا أحمد إزاي تقدر تحافظ على نجوميتها المبكرة دي. إن شاء الله، وإن شاء الله واثقين فيها جدا، وإن شاء الله من الصغر وهي إن شاء الله في يا أحمد جينات البطولة هي موجود. عندها ثقة في نفسها، نتمنى أن هي ما تحولش لغرور وتحافظ عليها. عايزين ننتقل لجانب إنساني بقى. جانب إنساني.